الصحفي كيهمك في شي موضوع، اشنو هو؟ في انتظار اجوبه مجموعه من الناس غادي نشوفوا الاراء ديالهم حول هذا الموضوع. بقاو معنا باش نسمعوا الاجوبه ديالهم. كتقدري تعرفي بزاف د الحوايج على البلاد، وهذا الشيء كيساعد في التنميه ديال التفكير ديال الناس، وكيعرف المواطن شنو كاين في بلاده. قضايا الشبابيه مثلا على الدراسه، على العمل، على على المرافق العموميه اللي كيتنشؤوا، كتعطينا بزاف الاخبار. الصحفي دابا كيوضح الحاجه اللي خاديه الموضوع، اللي خارجه الموضوع، والحاجه اللي فيها الوقت، اللي حاجه مضره حتى هو عاود كيطرح بها. داكشي اللي قال لك ماشي كيطرح في يشرح الحاجه اللي كاينه اللي واقعيه. بطبيعه الحال اي مغربي بصفته انه مغربي كيفهم وكيتصنت للصحافه، لان الصحافه دور كبير عندنا في المغرب، كيوصلوا لنا بزاف ديال المهام اللي ما كنقراوهاش، ما كيكونش عندنا الوقت باش نقراوها في المجلات او في الصحف، فهمتيني؟ فلهذا ان الصحافه راه كتلعب دور كبير جدا في هذا الكوكب الارضي. المواضيع الحساسة اللي كتقيس بالإنسان المغربي بصفته كأنه إنسان مغربي حقيقي، كي من حقه أنه يتصنت ويسمع للصحافة، لأن الصحافة كتلعب دور كبير في هذا المجال العام، لأن المجال العام هو بصفته كأنه مجال كبير في هذا الكون، لأن الصحافة كتلعب دور كبير في هذا المجال اللي كنت قلت لك، فإنه كيعرف الإنسان لأنه يتصنت ويستفاد، لأن الخدمة راه كيعرفها الإنسان كيخدم، وما كيكونش عنده وقت كبير باش يقرا في الصحف، فهمتيني؟ فلهذا الإنسان خصو ضروري ما يتبع ويلاحظ باش يعرف العالم بإسره شنو فيه. ما تنسوش تابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس ليصلكم الجديد.